عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا في قناتي في كوزينتي. اليوم خيرت لكم اون غلاص شوكولا بنينة 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 روعة. دوك تشوفوا ما فيهاش بزاف لي زانغريديون، توجدوها واحد 5 اور دو طون تكون واجدة كيش يقولوا تبردوا بها قلبكم. لهاد لي زانغريديون واش عندي؟ عندي هنا 220 غرام تاع كريمة طازجة تاع كريم ليكيد. هنا دو بريفيرونس حوصوا لا كريم ليكيد اللي تكون فيها 35% دو ماتيير غراس، قلبوها تلقاو مكتوب 35% مادة دسمة. عندي هنايا كاكاو 25 غرام تاع كاكاو. هنا عندي حليب مركز محلى 70 غرام. عندي 40 غرام تاع شوكولاتة بالحليب دايبة. وعندي هنا شويه تاع لي نوازات ولا لي زاموند ولا لي كاكاوات ولا التزيين، هذا ماشي ضروري اللي ما عندهاش ما ديروش. واش نبدا؟ الحاجه الاولانيه نضرب لا كريم ليكيد تاعي. بسم الله. هنا هي لا كريم ليكيد مي اون فوا طلعها تولي عندي اون كريم فويتي داكور. ندير لكم لي باك نحبس، ما طلعوهاش بيان هكا طلعوها باسكو لو كان طلعوها من بعد لاكلاص تاعكم تجيكم كومباكت. ما راح نزيدو لها الكاكاو، هنا نزيد الكاكاو. نزيد الحليب المركز لي كونسونطري. نروح نجيب زوج مكونين في الميكرويف. هنا عندي 100 غرام تاع شوكولا نوار مع 50 غرام غلوكوز. شوكولا نوار تعطي لها البنه تعطي لها لابريونس، والغلوكوز يرجعها ليجيرمون معلكه. كيفاش ولات معلكه؟ شوف شوفوها. تري بيان. هنا خديت امول، هي دو بريفيرونس تخيروا حاجه تاع اينوكس.
شوفوا لا تيكستور تاعها. نسوي شوية على السرفاس كيفاش ندير الدفار على الداخل ونكسر لي نوازيت تاعي فوق الخليط يعني هاد لينوازات اختيارية هكذا فيلميها ونحطها في الثلاجة خمس سوايع تاعي بعد ما حطيتها خمس سوايع في الثلاجة برك هنا ملاحظة هذوك لي 40 غرام دو شوكولا اولي انا نسيت باش نزيدهم نتوما زيدوهم شوفوا لي لاكلاص تاعي كيفاش جات شوفوا شوفوا كيفاش جات شوف شاهدكم في الجنة ان شاء الله